كنا عرضنا مشكلة من حلقة قبل اللي فاتت، عرضناها قبل العيد والحمد لله كالمعتاد اتحلت برضو. تعالوا نشوف التقرير ونشوف حل المشكلة، ابقوا معنا. نتكلم عن مشروع الطاقة الشمسية في مدينة بنبال بمدينة دراو بمحافظة أسوان، لكن للأسف وصلنا إن في مشاكل حصل هناك، مشاكل بتعوق سير الاستثمار هناك. عبد الرحمن started to ask all the driver for track to go outside. اقسم بالله هكسر لك جزمه، اقسم بالله هو ماله انت بتكلمني ليه؟ والله هكسر لك جزمه، اقسم بالله العلي العظيم. ايه ده بس سؤال؟ والله بالله هكسر جزمه. واضح من الفيديو ان في ممانعه من الاهالي لدخول الشركه، فاحنا معانا دلوقتي الدكتور ايهاب طلب رئيس شركه الطاهر التابعه للشركه الايطاليه اللي بتعمل هناك. كل يوم يدخلوا جوه الموقع، ايوه، يطلعوا المعدات شغاله ويهددوا السواقين بالشوم. حضرتكم قدمتم شكوى في جهه امنيه ولا لسه؟ اهم نقطه يا فندم، انا ببلغ النجده لما بيجوا، عبال اقرب نقطه، هي دي بقى النقطه المهمه. اتفضل. قال اقرب نقطه للمشروع نقطه شرطه ساعتين تقريبا او ساعه ونص. معانا مداخلة الأستاذ إيهاب طلب مدير شركة الطاهر التابعة للشركة الإيطالية اللي كان معانا في الشكوى. أهلا وسهلا يا أستاذ إيهاب، أهلا بيك. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. يعني قبل كل شيء أنا مش عارف أشكر حضرتك شخصيا إزاي، لأن يعني هو أنا قلت لحضرتك إن الشرطة عملت زيادة كمان. يبقى الشكر للشرطة مش ليا أنا، يبقى الشكر للشرطة. احنا ده دورنا، احنا الاعلام دورنا بس نقول. لا لا، والله هو الشكر ليهم هم، كل الشكر هم. لا هم عملوا اللي عليهم في الاول في حدود المتاح، اللي كان النقطة المتاحة، ولكن جينا بعد التقرير برضو. ايوه. وطبعا مع يعني انتشار الموضوع فعلا عملوا نقط، اقدر اقول لحضرتك يعني نقط شرطة في كل حتة في الموقع، في كل المداخل. الحمد لله. لا يعني والموقع استلموه تقريبا مع شركة الأمن الموجودة، اللي هي الشركة الإدارية، الأمن الإداري، بس زي ما قلنا لحضرتك كان لازم يبقى فيه شرطة، فالحمد لله النهاردة بالظبط. وسير العمل دلوقتي تمام، مفيش أي مشاكل تمام، والمستثمرين في أمان وكل حاجة. هم أنا تاني بكرر يعني أهل بنبان ناس زي الفل معانا ومع المستثمرين، الا قله كانت هي دي اللي عامله المشاكل، والحمد لله يعني بفضل ربنا ثم الشرطه ثم حضرتك. انا اقدر اقول لحضرتك يعني احنا مش عارفين نشكرك. انا بشكر حضرتك، الف شكر يا فندم. هو ده اللي كنت بقوله، الاعلام دوره انه يوصل صوت المواطن ويوصل صوت الدوله للمواطن، بس البلد اللي بتحترم مواطنيها وبتحترم إعلامها هو ده بيبقى الوضع. أنا فعلا عمر البرنامج ما طلع أي مشكلة ولا أي شكوى إلا لما اتحلت ومن جهات مختلفة. إذا كانت الشكوى محتاجة جهة أمنية اتحلت، إذا كانت محتاجة جهة تنظيمية زي قبة وتشريعية زي قبة البرلمان اتحلت، لو كانت محتاجة جزء من الحكومة بتنحل، لأن الخلاصة إن بلدنا عاوزانا نتحسن،
انا عملت في الجامعه للطلبه حمله سميتها هاشتاج بلدك بتحبك. الحقيقه فعلا احنا بلدنا بتحبنا. الصور السلبيه اللي بنشوفها مش دي مصر. وعلى فكره العالم كله فيه صور سلبيه. احنا المشكله النهارده ان احنا اي ما بنشوف حاجه سلبيه بنقعد نشير ونتكلم عليها، لكن لما بيحصل حاجه ايجابيه ما بنجيبش سيرتها كتير. وهو ده الغلط، لان عددنا كبر فبالتالي مشاكلنا كمان بتكبر، بس كمان الرقابه والرعايه على بلدنا بتكبر. واكبر دليل اللي بيحصل اهو معانا ومع مشاهدينا كمان.